اهلا بحضراتكم من جديد، وده ميعادنا مع صحافه وصاحبه الجلاله بتقول ايه في احداث مهمه بنمر بيها سواء كمصر او منطقه عربيه او على مستوى العالم. وبالتاكيد الحدث الابرز النهارده عيد الام. عيد الام تحيه لكل ام طيبه، لكل ست جدعه او ست مليون راجل زي ما بيقولوا، قدرت ان هي تكافح وتتوج كفاحها ده بالنجاح، خاصه في مجال تربيه اولادها بما اننا بنتكلم عن الام المصريه، او في مجال تواجد المراه بصفه عامه في الحياه المصريه وصولات وجولات ليها في اكتر من مجال من مجالات الحياه. هيكون لنا بالتاكيد اكتر من وقفه من خلال متابعتنا الصحفيه المعتاده في هذه الوقفه الحواريه في هذا الصباح، وبصحبتي الاستاذ ماهر عباس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير واهلا بحضرتك يا استاذ. صباح الخير واهلا بك. يعني طبعا المرأة المصرية الأم المصرية، الموضوع ده ما افتكرش ان هو بعيد عن متابعات الصحف النهارده. كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت صحافة إذاعة تلفزيون بتحتفل بترقيتها الخاصة وبتكرم الأم بطريقتها الخاصة. لو هنتكلم بقى هنخصص بقى صاحبة الجلالة وتحديدا الجمهورية عاملة ايه من خلال متابعتها واحتفائها بالأم المصرية. الجمهورية بدأت امبارح يوم جميل بتكريم 20 سيدة من العاملات في دار التحرير، واللي هي أم شهيد وست أرملة وست كافحت من أجل أبنائها، وأيضا كانت هي يعني قامت بعمل مميز خلال مسيرة حياتها. فكان سياق جميل قام به اللجنة النقابية عادل طه والأستاذ جلاء جبالله رئيس مجلس الإدارة، وكان يوم جميل. يعني حس جمهورية جعلنا أسرة واحدة في هذا اليوم. تحية لكل أم، لكل أم ربت، وكل أم شهيد وكل زوجة شهيد. وإحنا في مصر المرأة كان لها دور مهم في ثورة 25 يناير و 30 يونيو، فالأم كما تفضلتي بمليون راجل في مصر، وكانت علامة فارقة في كان لها دور ولسه هيكون ليها أدوار واختبارات قادمة كتير إن شاء الله هتنجح فيها المرأة المصرية باختبار سيدة في مجلس النواب، شيء نعتز به. فتحية لكل أم. كل سنة وكل طيب. الأمهات بألف خير، لأن هما في النهاية بيتوجوا مسيرة من العطاء وإنكار الذات والتفاني في إرضاء أبنائهم وتوفير مستقبل أفضل ليهم. هنرجع تاني على فكرة الجمهورية في متابعات بالتأكيد هنتناولها من خلال هذه الفقرة، لكن هنبتدي بجريدة الأهرام أستاذ ماهر. وفي الصفحة الأولى تسليم 11,000 وحدة لسكان العشوائيات 25 إبريل القادم، القوات المسلحة تسهم في تنفيذ أضخم مشروع للإسكان الاجتماعي. وافتكر في متابعة للجمهورية أيضا رئيس يجتمع بوزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 656,000 وحدة لمحدودي الدخل بدعم 46 مليار جنيه، مجتمعات جديدة بدل العشوائية الخطرة تنتهي إبريل من عام 2017، وبدء مرافق العاصمة الجديدة بتكلفة 4 مليار جنيه. طبعا كما تعلمين الرئيس السيسي مهتم جدا بالإسكان وخاصة الإسكان الاجتماعي ومحدود الدخل، وال 11,000 وحدة سكنية التاريخ اللي هيتم التسليم فيه تاريخ مهم لنا كلنا، هو تحرير سيناء ضمن كما تفضلت 656,000 وحدة سكنية على نهاية يعني منتصف 2017. أنا أعتقد هذا أضخم مشروع إسكاني اجتماعي منذ في 60 عاما الأخيرة، والرئيس السيسي كان حريصا أمس على أنه يجتمع مع الوزير الدكتور مصطفى مدبولي ومع اللواء كامل الوزيري الهيئة الهندسية. فعلا أعطت نموذج للجيش المصري للدفاع وللبناء لكي يتم في موعدها، والرئيس شدد على الترفيق المجاني وأن المرافق تصل أولا، والعاصمة الإدارية الجديدة كما تفضلت في الجمهورية 4 مليار أن نبدأ أولا بالمرافق والأشياء الأساسية البنية التحتية قبل أن نبدأ البناء الحقيقي للعاصمة الإدارية. هذا سيحل كثير من الإسكان في مصر وخاصة الشباب. فأنا أعتقد أن الرئيس يجتمع أمس 7 ساعات في هذه المسألة، سنبني مصر الجديدة
ستختفي العشوائيات، ستختفي المناظر التي كان يرى البعض من تلفزيونات العالم أن يأتوا إليها، إن شاء الله في فترة قريبة جدا لن تجديها، ستجدي مصر الجديدة بأبنائها بشبابها بسكانها. ومصر الجديدة هي اللي فيها حاجات المواطن الأساسية تكون ملباة بالشكل اللي يرقى لطموحاتها، المستشفى والمدرسة والوحدة الصحية وكل شيء هيكون، والنادي ومركز الشباب يعني التخطيط والمواصلات المريحة طبعا، طلع أجيال جديدة بقى يا فندم بتوفر لها التعليم والصحة وغيرها بالزبط. لأن يعني فقد الشيء لا يعطيه، صعب إن إحنا نطلب منهم إن هم يعطوا. هناك اهتمام بالتعليم والثلاث أشياء في الوطن اللي هي الفقر والعمل والعدالة الاجتماعية في السكان والصحة والتعليم، هذه أشياء أنا أعتقد القيادة السياسية تضعها نصب عيونها، وكما نرى على مدى 20 شهر اللي فاتت هذه هي لب المؤشرات بتوضح فعلا ان هي يعني مدرجه على قائمه الاولويات. وقريبا سنرى هذه الانجازات في الشارع يعني ان شاء الله. في وفقا لجريده المصري اليوم، مصادر تقول الحكومه المعدله تحلف اليمين غدا، الرئيس يختار وزير العدل، واسماعيل يواصل البحث حقائب الاستثمار والصحه، والري تعطل التعديل. ويعني الحقيقه يعني لو هنعمل كده رؤيه استشرافيه اللي هتكون عليه الحكومه المعدله، هل في مجال ان يكون في وزاره مستحدثه، وزارات تعود للضوء من جديد، اتجاهات لدمج بين وزارات؟ في كلام، وده كانت رغبه كثيره منا كصحفيين، تعود وزاره الاعلام، وفي كلام على ضم وزارات لبعضها زي التخطيط والماليه وزي الثقافه والاثار، ووزارة للعشوائيات. يعني الرئيس كان واضحا من اجتماعه اللي استمر 7 ساعات أمس أنه مهتم جدا بالعشوائيات والتنمية الحضرية، فأنا أعتقد سيكون هناك وزارة جديدة. لكن ما زال كما تفضلتي أن بعض الحقائب الوزارية والصحة والرأي تعرقل، في اعتذارات كثيرة قبلت المهندس شريف إسماعيل في خلال 6 أيام الماضية منذ الإعلان عن التغيير، وهو كان محيط هذا بسرية كاملة. يعني نفهم من الكلام ده أن الأسماء الحالية غير باقية، يعني مش هتكون يعني مشمولة في التعديل. يعني هو في كلام كثير على وزارة الري، لأنه في رأي على أن ملف الري 5 وزارات منذ فترة بسيطة، وكل وزير جديد بيعمل ملف، وهذا ملف مهم جدا كما تعلمين بخصوص سد النهضة. يعني ما نرجعش للمربع الأول، ولكن البعض بيقول التغيير مهم، وإن دي الخبراء موجودين ويبنى على الأساس اللي تم الانتهاء عليه من الوزير السابق. هل في أسماء مرشحة لوزارة العدل؟ مرشحة بقوة؟ وزارة العدل مرشح بقوة، كان اسمين، كان فيه المستشار الشربجي، وكان فيه عزت خميس، وبعض الأسماء، وكان فيه عبد الستار إمام، لكن حتى الآن لم ينتهي، لم تحسم يعني بالتأكيد، لم يتم حسمها، وحسمها عند الرئيس لأنها من الوزارات السيادية كما تعلمين. نرجع لجريدة الجمهورية، وفي الصفحة 5، مصر تسترد عضويتها الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي بزامبيا في جلسة تاريخية وسط تصفيق من وفود العالم. عبد العالي يقول نخوض حربا ضد الإرهاب ولا سلام بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية. يعني ثقة مصر وعمقها الإفريقي بيتكرس في أكثر من ملمح شفناه في الفترة الأخيرة، وربما أخيرا وليس آخرا استرداد العضوية المصرية الكاملة بالاتحاد البرلماني. استرداد مصر في عضوية البرلمان الدولي مهم جدا، لأن مصر أحد الدول التي تمت المشاركة في تأسيس البرلمان الدولي عام 1988. لكن الجديد أمس أن مصر دخلت، وكان هناك ملف تركي مقدم ضد مصر بدليل انسحاب الأتراك، عندما قال صابر شوكت رئيس الاتحاد البرلماني أن مصر إضافة للاتحاد البرلماني الدولي، فكانت لطمة لمن يريدون الوقيع بمصر. مصر كلام رئيس مجلس النواب كانت كلمة رائعة، لاقت ارتياحا كبيرا. الترحيب بالوفد البرلماني المصري كان واضحا في لوساكا، في كل الحفلات اللي تمت كان الكل يبحث عن الوفد المصري. رئيس مجلس النواب حرص انه يبين حجم الشباب في المجلس، حجم المرأة،
أن المرأة لأول مرة يكون عندنا هذا العدد، المعاقين، التعددية الكبيرة في مجلس النواب، أعطى صورة مهمة على خريطة مصر الجديدة، على الاستقرار، على أن مصر بتواجه الإرهاب، وأن الإرهاب لابد أن يكون الجميع في مواجهته، لأن لا وطن له ولا دين. فالترحيب بمصر كان واضحا في الجلسة، وأن مصر تكون أول كلمة كان تقديرا لدور ليها دلالة مهمة جدا والمحوري. طيب أستاذ ماهر، هنتحول لجريدة الأهرام، واليوم بدء الاجتماعات التحضيرية، وزراء دفاع 27 دولة إفريقية يجتمعون بشرم الشيخ، بيستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة، ويعني الموضوعات الجديدة المطروحة في الاجتماع: وثيقة استراتيجية التنمية والأمن في قضاء الساحل والصحراء، بروتوكول تأسيس مجلس السلم والأمن، بروتوكول آلية لمنع إدارة وتسوية النزاعات. يعني إزاي ده ممكن فعلا يكون في بيطرح آلية جديدة تنجح في التعاطي مع الأزمة؟ هذا إضافة، أنت عارفة الاجتماع بيضم كل وزراء الدفاع في دول الساحل والصحراء. المهم في هذا الاجتماع انه بيركز على ان الارهاب جاء الى دول افريقيا عبر مناخ كبير واضح في هذه الدول، منطقة فيها داعش و